بدك يخرب بيتهم يخرب بيتهم من حرام. لك عندي ثلاث نسوان، ثلاث نسوان ما بيعرفوا يعملوا دول باشا، وين صارت هي؟ يو، عن حق الثلاثة؟ ايه والله يا اختي الثلاثة. يا مو بعت وحدة منهم لعلمك كيف بتصير. ابو شوكات، انا بعرفك، لما بتتفشش بالاكل بيكون في شيء مضايقك، بقى شو القصة؟ ايه والله يا اختي. ايه والله متضايق خيرات الله، الدم رح ينفر من راسي. خير يا مو ليش؟ ابي. ابوك؟ شو بقى ابوك؟ والله ما بعرف يا مو، ما بعرف شو صاير له. اليوم كانت رح تصير خناقة طويلة عريضة بالحارة، دخل على الحارة ولا انطش بحدا، ما بعرف شو صاير له. وينه أبو عصام اللي كلمته ما كانت تصير كلمتين بالحارة؟ وينه؟ يا مو أبوك يمكن تعبان من وقت كان بالسجن ومو حابب يتدخل وبده يرتاح. بس هيك مو مزبوط يا مو، والله مو مزبوط. هيك ما كانت عم تروح بالحارة، بعدين كل شي كوم، وإنه ما بده الزعامة كوم تاني. شو؟ ما بده الزعامة؟ ايه يا امو ايه، ما بده الزعامة. وليش اخي؟ هي ابي اجا. ولا كأني جبنا سيري. هون من عمي هون. يلا شو اخي عصام، بدك ترجع تاكل؟ ما شبعت من اللي اكلته بالمطبخ؟ ليش عندك مانع؟ لكون عم باكل من بيت ابوكي. ايه مشان شي، مشان صحتك تقبرني. لا تخافي، مثل الحصان. ابن عمي ساي عرضوا عليك الزعامة وانت ما رضيت؟ نعم. ليش ابن عمي؟ انت احق واحد فيها. انت قيسي وفصلي وانا بالبيس، شوري وامري، عرفتي؟ لا مو قصدي هيك ابن عمي، بس الحاره بدها زعيم، بدها تضل هيك يعني؟ بدها زعيم قلتلي اه؟ ايه، وانت احق واحد فيها للزعامه. سعاد الله يرضى عليك، المره مضيت انحكيت وخلصنا منها. مرت الدخل اللي بتفتح السيرة بيمن الأيام يا خلصنا. عصام خلص صحنك من حاني. عمرك يا أبي مالك، لا تجيبي سيرة. من كثر ما عم تعطي ابنك للنسوان صار مثلنا، عطي بالك يا أبي. هي سيرة جابت سيرة يعني، والله ما كان قصدي. لك أبي، اللي بيصير بالحانة واللي بيصير برات البيت ما يفوت جوا البيت. لك هاي مشاكل وعي، ما له لزوم بالبيت. أمرك ها أمرك، هذا اللي شغل فيه أنت. أمرك أنت حتشغله، هاد أنت حتشغله على العيد. وأنت بيجي العيد الله أعلم، هذا أنت يا أبي. في كلمتين بدي أقول لك ياهو. لا ترجعني لنفس العي عصامة يا أبي، ما في أهم منك للزعامة، وهذا اللي عم يعمله أبو ظافر مو لله. شلون يعني مو لله؟ واضحة مثل عين الشمس. شو هذا اللي واضح مثل عين الشمس؟ الواضح إنه بده الزعامة. ياخذها لك أبي الزعامة. شو والله صدقني لك أنا. لك يا أبي عصام كبر عليك بقى وكبار. في شيء أهم لك أبي، والله في شيء أهم، والله في شيء أهم. أهم من الزعامة؟ في شيء أهم أبي، أهم مو بس من الزعامة، أهم من كل شيء. خلاص بعدين تعرف أنت شو بدك بالقصة، طلع منها خلاص أبي، بعدين تعرف. يا أبي شو هو اللي أهم من الزعامة؟ اللي مشان الله فهمني. لك أبي خلاص، في شيء أهم، طلع منها القصة بقى، إيما من رأسك أنت شو بدك بالعي. حط شغلة واحدة براسك انت هلا بتكفي. لا تعمل مثل النسوان، كل شي برا تجي تقره قدام امك، فهمت؟ روما خلت فيه الزباين. شو بطار يسلم وديات، يسلم لي الوجه. لا ان شاء الله ما نحرم منك. ايه الله يجزيك. يسلم يا ابي يسلم. ايه يلا روح ابي. امرني عمي. هلا انت بقى ابو سليم وعلى سنه لما حتى اقول على راسي. هاي باب رزق انفتح لك، شو بدك عزم من هيك؟ لا ابو سليم معه. ايه ابو سليم كفو ابو ضايع. لك انت ابو ضايع. ابو ضايع ما مي غلط فيه، صار ما صار بالحاره، غلط له غلطه، اطعم له عطمه، صار طلع شيء قصه ما بتحكي معه. ما بتخزي قدام العالم والناس وتجيبه لهون، حتى لو بدك تفرق له انه هون بالبيت مو قدام حدا. اي والله ما بصير الا مثل ما بدك. الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك. الحمد لله دايما على الشاي. ابي عاوزين شيء؟ شو يا ابي لوين؟ معلش اعطيني السماعة. خلص طن الجرس، طن الجرس يمشي. الله يرضى عليك. خلص تركي على راحته، تركي على راحته. يلا ابي يلا. شرف عمي شرف. يلا نورك والله. الله معك يا ابي. يلا يلا. لا ابو سليم مرني عمي. بدك شيء مصاري؟ لا عمي صلي على النبي. والله مفضل. اصبر هان قبل ما يستكريها لدكة ابو سمير الحمصاني. شو كان يشتغل؟ ما كان يشتغل شيء ابن عمي.
العمى قاعد هيك؟ اي والله قاعد هيك ما عم يشتغل شيء. لا شغله اللي عامله ايه؟ طب ابو ايران؟ يعني شو كانت عم تساوي؟ شلون دبر راسها؟ بيتها؟ اولادها؟ الله يكون بعونها. لكل اخواتها مصرين عليها سؤال؟ ابدا ابن عمي، كمان هن الله يعينه. طب في مصاري بالبيت؟ ما في؟ في بس تجوز معتز وتجوز عصام. طب وشغل الدكان؟ كان يعطيني، كل اول شهر كان يعطيني عصام. ما كان يعطي اخته؟ كان يعطيني وانا اعطيها ابن عمي. مو يعطيني يا وعي لك، قومي قومي. وين رايح؟ مشوار، روح على عينه. ابي؟ اهلين يا ابي، تفضل تفضل، اهلا وسهلا، يلا يلا. حتى انكسر ايدك لانه اش كان دقيت على باب بيت اختك. مو هيك القصة يا ابي. لك شو القصة؟ عامل حساب لشو؟ لعين نسوان؟ على الكناين وعيون؟ على بنت الاحمق؟ لك ابي يا دعي وجع راس، وجع راس. يا ابي انت قلتها، انت قلتها. لك شلون مظبط مع هالثلاثة اللي كان فهمني هذا شو؟ بيخرب بيتك من حالك. لك إذا بتنام على كيد هي وبتفيق على دهرنت هي وليلك ونهارك كيد ودهرني. هي حكيت وهي بكيت وهي شكيت وهي نقيت. لك واختك. يا ابي كمان انا مو ناقصني، اللي فيني مكفيني، انا عندي بلاوي بلاوي. لا عم بلا ابي ناقصك. انت بتعرف شو ناقصك؟ قلت ناقصك شوية عقل، شوية اصل وشوية مرجمي. كثرة النسوان لك عصام ما بتعملك رجال الا بالليل. والرجال اللي بالعتمة مو رجال. الرجال اللي ما بتزينوا عروقه ما بتزينوا خروقه. احفظها هي وفمها واختك عروقك وشروشك. ولا هيك كمان بدك تقطعها وما تعرف على حدا. اعوذ بالله يا ابي، اعوذ بالله. بس كمان سعيد قصه وسيره لحالها. سعيد هيك هلا صار؟ ولك سعيد مو جوز اختك؟ جوز اختي. لك مو صهرك؟ صهري. شوف عصام، سعيد انا بعرفه منيح. بعرف انه تنبل وبعرف انه وشه محامي وبعرف قله مروته. بس كمان لك ابي يلي وشه حامي على الدنيا بيعطي الاصل كفو. بيعطي الاصل شو هي؟ كفو. واللي هلا بيطنش اخته بكره بيطنش امه وابوه واهله. لك هيك انت ولا؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله يا ابي. استغفر الله العظيم. انا غلطت يا ابي، غلطت. امرني. من بكره؟ من عند على بكره الصباح. بتنتهي على الثلاثه اللي عندها منك هون. بتروح على باب بيت اختك وبتدقوا غداك وعشاك عند منا هنيك. خلص صار يا ابي. صله رحم هي لك ابي، الله يرضى عليك. استغفر الله العظيم. صله الرحم بتلمت الرزق فرشك والرزق مع الله. مبروك. اي الله يعليك. الله يخلينا اياك يا ابي. الله يخليك. شو هذا يا ابي؟ خلص دقوا. انت بكره شوف شو بيلزم وتصرف لحالك. أمرك. فمان؟ أمرك. رح أسأل الأختفى. بهي أبي. أما مزعمك أبي، أما مزعمك. ضبون إلا ضبون. الله يخليك يا أبي. روح خذ بطريقه. إيه ما ضيفناك شيء؟ معلش أبي، ما بدي أضيف شيء. يلا يلا. يلا. تفضل يا أبي تفضل. يلا. أبي مشان الله ما أطلع الشباب. مشان الله. 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 مشان شو كأنه النوم اليوم مزعلك؟ والله شي تمزعلني. مزعلني زعل اختي شليتي. هات لي لشوف شو اللي شاغل لك بالك. في شي ما بشغل بالك يا فارس؟ هات لشوف انت في شي ما بشغل بال في شي؟ لا والله. يشرفي معك حق. اخ لك يا فارس الشام. شام صايرة فاكية مولي، فاكية مولي. والله كأن الدنيا باخر أيام بهالبلاد. إيه والله. شو بدي أعمل بعد بحاله؟ ما عم نفرق الحندو أنا البندو. الله وكيله. بتقعد بالبيت بياكلك الهم. ما بتعرف هذا حندو ولا بندو؟ ما بتعرف. تطلع من البيت بياكلك الهم وعلى أكبر وعلى أكتر وعلى أصعب. وما فيك تفرق الحندو عن البندو. عنده بندو. وبيقول لك شو عنده بنده جوري البيت من عطره يا ما شميت. وبيقول لك انت يا عمود البيت زيتوني وجابت هالزيت.
لك حدا شايف شو عم يصير بالبلاد؟ لك يا حرق اخته الزيت شلون عم يصير؟ البلد عم تتشقف شقف ونتك ونحن قاعدين عم نقي ما عم نلاقي لك يا فارس حدا حاسس. اخ لك يا ابو عصام بزمتي معك حق بس الله يساعد البشار كل واحد ملتهي بغمه وكيف بده يطلع لقمه الاكل تبعه. قلتك كل واحد ربي اسالك نفسي بندر الواحد بحاله. اي والله ما حق العباد كمان الناس همها مكفيه والله همها مكفيه. اي والله اي والله بتعرف شو المشكله؟ المشكله بدك تعلم كل واحد شو بده يعمل. كل واحد بدك تعلمه شو بده يعمل يا اخي. زمتي معك حق وهي مشكله يا ابو عصام مشكله انه تدخل حشو براسه لكل واحد شو بده يعمل. ابدا ابدا كل واحد بدك تعلمه كل واحد بدك تعلمه شو بده يعمل. وما ضيع وحده بندق. الله يجعل دايمي صحه وهنا. ياخذوك حالاتك هيك هيك ابو فارس على كيفك ابو عصام. حكاك الله سنتي الشباب شرف ابو عصام. يا الله يا رب الله معك يا هلا مع ليش تأخر ابن عمي؟ ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم والله قلبي عم يغلي عليه مثل النار. يا لطيف ولطف يا رب. عادات حلوة كتير انك تطلب من الأخ يروح يزور أخته. ولك معلوم ما بصير لأنه ليش هي مين لغيره وهو مين إله غيره؟ الأخ لأخته والأخ لأخوه. فعلا هذا واجب صلة رحم هاي واجب أهم الواجب يعني يعني لو واصل ما وصيلهم للسماء هن اثنين حتى لو كانوا متخانقين متأكلين ما بصير هذا شيء ما بصير بيضلوا لبعض بيضلوا مع بعض. طيب هذا الكلام حلو كتير ليش أنت مهموم لكان؟ ليش مهموم؟ والله حاسس الدنيا كلها هيك مختلفة علي كلها وقت ما غبت هذيك الغيبة والدنيا مختلفة علي فلتت كأنه الدنيا كلها فرت فلتي مو بس البيت والولاد والحارة والله ما بعرف. لا تقول هيك انت اقوى من كل هاي الامور الصغيرة انت رجال. هاي. 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 هاي.